الديوان التونسية اللي حجزت تقريبا أكثر من 150 ألف قرص مخدر إكستازي كانوا باش يدخلوا لتونس أو الأراضي التونسية، لكن الحمد لله الفرق الديوانية تمكنت من الحصول على الأقراص المخدرة. شنو رأيك؟ الأقراص المخدرة هو راهو يرحم والديه، معناها يعطيهم الصحة، شدوها هي الأقراص تاع هما يرحم والديه، ما راهو كرم خلاها تعدى، معناها كيف مش يعيش المواطن، ما يسموكيش، ما يقرمشش، معناها زيد راهو هما ربي يعينهم، فهمت كيفاش؟ منيتها ريت عدت الأقراص المخدرة، منيتها راهو عامل نصبة غاديك في شارع حبيب بورقيبة نبيع في الأقراس والواحد والفلس المخدرة ولا الأقراص؟ ها؟ على بعضه معناها، خاطر كل شيء شيخ في تونس، فهمتني كيفاه؟ ريتها الأقراص المخدرة تحكي، مثلا عندك الإكستا هذيك، الأكوانين هذيك، الإكستا متاع مشي تسر متاع نهار أحد، فهمتني؟ تمشي تاكل كعبة إكستا وتمشي تسر، ما نعرفش وين تمشي تسر، وين تمشي تسر، فهمتني؟ المهم وعندك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ريت الأكوانين مثلا ما نعرفش تاع نهار الجمعة، الأكوانين ليه مش تاع نهار الجمعة، تاع كل يوم الأكوانين، قولي عليهم تاع كل يوم، خاطر أنت مثلا مش تعبت ليه مش على غفلة، غلط أنت على طول، أنت ماك مش تركش في الحومة ولا مش تبدا ركش كيف في الحوم، لازمك كعب أكوانين مثلا يتعدى ذات لكش عليك قول السلام عليكم، تبدا مقرمش أكوانين تاع سيجار وسطلة تبدا تدور، ما نعرفش انا في شارع حبيب بورقيبة كي تعجبك، ما نعرفش نيا انا طفلة كي تبدا عامل هكا، فهمتني؟ عجبتني طوينا ذيك الموتور، ها بيحل معاها، فهمت كيفاش؟ معناها زيد معناها شدوها، لو كان عطوها لي اللي انا عملت بها نصبة غاديك والله ينجحوا في حياتهم، ونعطيهم انا فلوس ما نخليهمش راهو. نعرفوا اللي البركة جات كثرة الاسابيع هذه والايامات هذه، اليوم الفرقة الديوانية في حلق الوات مكرت من حجز تقريبا 150 ألف قرص مخدر كانوا باش يدخلوا لتونس، شكون وراهم في رأيك؟ والله وراهم خويا حكومتنا، خويا هي اللي وراهم، معناها كيما نقولوا العباد قاعدة تدخل ولا تخرج، علاش هما يروحوا بالعباد ويدخلوا في العباد، دخلونا في هاوية أخرى، ريقلونا أمورنا العباد اللي يروحوا بهم، علاش؟ ماكي سايب الدوفيز وقطع لفته نشريوهم عليهم كان يحبوا هم، صاحبي تحكي لك جاوبكم على السؤال. شنو باش نجاوبهم؟ 150 ألف قرص مخدر كانوا باش يدخلوا، شكون اللي يحب يغرق بلادنا بالمخدرات وبالأقراص المخدرة؟ شكون اللي شادين الكراسي صاحبي؟ اللي شادين الكراسي هذوكم هم اللي حبوا يغرقوا بلادنا، يا أخي كمية كبيرة كيما هذيك داخلة وراها ناسها، فهمت؟ وشكون ناسها؟ ناسها خويا عبيد ما نشوفوهاش، عفيد التيار، فهمت كيفاش؟ هكا سلعة تتعدى، سلعة تتشد، سلعة تتعدى، سلعة تتشد، كل وكل، فهمت؟ هما شدوا هما سلعة؟ ما هو ديما شدوا يسيبوا 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 ومن بعد شدوا سلعة. كل وكل، مش ديما السلعة تتعدى. يعني الديوانة تسيب الزاتلة ولا الأقراص المخدرة؟ كيما عيمة طرابلسي كان يخدم مع الديوانة يعطيهم 30,000 40,000 50,000. شعبية يعديوا في واحد على طرف زاتلة يتكيف فيهم، سايبين الكيلوات يبيعوا فيهم في البيروات. في البيروات تباع كيلوات وفي حوامنا يشدوهم على طرف زاد اللي هزهم يعديهم ربتاي، علاش هك؟ فهمتني؟ معناها نحن خويا واحد يستهلك جون تا يتكيفها يمشي يعدي عام حبس، واللي طيحتوه هذاك بالبرشا اكستازي توا يعمل 6 شهور يسيبوه. انا واحد من الناس كان يعطيني اكستازي وكوكايين وهيروين نبيع. يعطوك تبيع؟ نبيع، كنت نعيش البر انا صاحبي، فهمت؟ انا كان يعطيوني نبيع. علاش روحت انت؟ روحوا بيا مش روحت. كنت تعيش؟ كنت نعيش في ألمانيا. كيفاش ترجعوا؟ عندي توا شهر هكاك. قداش بقيت في ألمانيا؟ 10 سنين. أنا 10 سنين و 10 سنين وروحوا بيك، علاش روحوا بيك؟ خاطر دولتنا خويا، خاطر دولتنا خذوا علينا الفلوس، فهمت كيفاش؟ دولتنا ما همش تجير، هاك الجزائر، هاك المغرب، هاكم بكلمتهم خويا ما جاوهم باهي، نحن خاطر توانسة بلينا بالكف، ولينا 10 سنين ما خديتش ناسيوناليتي، ما خديتش حتى شيء، ما حشيش بالناس، انا مشيت غادي مش على الوراق وعلى العرس، مشيت غادي باش نعمل شويه فلوس ونروح. عملت الفلوس ولا في 10 سنين؟ ما كيكا ما نجمش نقول لك صح، ما نقولكش، علاش؟ ما نحبش نقول، اما الحمد لله مستوره، فهمت؟
هم راني مش باقي في البلاد ان شاء الله ربي يسهل. شنو باش تورينا؟ نوريك يعني باش ما تقولش متصور يعني كنت نعيش في المانيا يعني. فهمت كيفاش يعني ما فهمت كيفاش؟ اما مانيش باقي فيها البلاد. 10 سنين ما توحشتش بلادك؟ توحشت بلادي ونحب بلادي ونعم بو بلادي، بلادي هذيك الكل في الكل. تحيا تونس. فهمت كيفاش؟ ميمتي وبابا هنا وخواتي هنا، نحب بلادي، اما من غير فلوس ما نجمش نعيش فيها، من غير فلوس نكرهها، فهمت كيفاش؟ سيبوا العباد اللي في لمبادوزا تحبوا ترجعوهم سيبوهم، خويا خلينا يمشيوا يشوفوا امورهم، ترجعوا فيهم لهنا باش يعديوا ربتيات. خليهم خويا غاديك يريقلوا امورهم خويا. يعطيوك حق تلاهوا بهم شباب ضايع لهنا شادينهم على سيجار وزطلة. يعطيوك حق. انت كنت في المانيا كيفاش كنت تعيش في المانيا؟ كنت نعيش كما العباد عاش، نعيش في اللكحل فهمت كيفاش؟ ونخدم على روحي فهمت؟ جنة خير من البلاد هكا حتى ب 10 عندي الحمد لله ناس تعرفني ناس تجيني للدار تاخذ من عندي كذا وكذا الحمد لله. تاخذ من عندي مخدرات باش تستعمل. انت في المانيا كنت تبيع في المخدرات؟ نبيع في المخدرات اه. كنت نبيع في المخدرات، نبيع في الكوكايين، في الهيروين، في الماريوانا، في الزطلة، في السبيد، في الكريستال، الحمد لله. يعني تشديت انت وانت تبيع في ال... شديت اما كي يشدوك غادي بكمية كبيرة ما تشدش حبس كيما هنا، يشدوك بكمية كبيرة تجعل 5000 يورو تشد عام وتروح، هنا يشدوك بكوكا ولا يشدوك بهيروين مشيت ورا الشمس هيا. وانت شديت الحبس؟ شديت. ديجا انا روحوا بيا من الحبس. علاش خاطر الحكومة كله على خاطر؟ عليه خاطر هما باعونا هذا كل يعني اتفاقية عملها السبسي مع انجيلا ميركر. اتفاقية عملها مع انجيلا ميركر فهمت؟ بيناتهم فلوس تونس والمانيا حسب ما سمعت تونس تاخذ في 200 مليار كل عام عند المانيا. قالوا لها قالوا له تصحح وتروح بجميع اللي نحبوا نروحوا بهم ولا نحو الاتفاقية ما بيناتنا نحو جملة فهمت؟ ايه ما يمكن لعبت له بيدي لعبت له بفخذه شوية يا اخي. وانت وانت وقت مشيت المانيا ويعني ممكن لقيت الامل في المانيا وحكيتي على الاجواء غادي تاخو حقك، علاش اخترت الدومين هذا؟ علاش اخترت انك تبيع الاقراص المخدره والعالم هذا؟ اسمعني انا قلت لك انا مشيت لالمانيا لاني على الاوراق لاني باش نعرس، كان باش نعرس اني عرست من هنا لاني خذيت قوريه من هنا فهمت؟ انا مشيت غادي باش نعمل شويه فلوس ونروح على روحي ناخذ بنت بلادي. اكثر منك مانيش طالب حتى شيء فهمت كيف؟ ناخذ بنت بلادي انا يعني تقف معايا عمرها كل ما ناخذش وحده قوريه كافره فهمت؟ وقت اللي تيح بيك تقول لك تاخذ بنت بلادك فهمت مسلمه محلاها تقف معاك العمر كله فهمت كيف؟ اما ذي بلادي ان شاء الله نرجع مره جايه نفسخ عليها بالليكس. نفسخ على تونس؟ نفسخ على تونس صح. الحكومه وليت يا معلم في عهد بن علي كانت جنه برجوليه ونحب بن علي والله يرحم بن علي. حتى رئيس في تونس ما شد كيما بن علي، لا بورقيبه لا قيس سعيد لا والو. تحيا بن علي. خاطر بن علي تحب ترجع لالمانيا ولا وين تمشي؟ نرجع للاوروب صح. ما عشتش كان في المانيا، عشت في هولندا، في سويسرا، في ايطاليا. كلمه على العباد هذوكم يسيبوهم خويا. بالله يسيبوا العباد اللي في لمبادوزا تو في لينوزا وفي روما بالله يسيبوهم. سيبوهم كل واحد يعلم به ربي اللي بيع ذهب امه واللي سارق واللي مشرشي واللي عنده حابس سيبوهم. خويا كان الدولة تحب شبابها وتحب العباد معناها تحب ولاد بلادها سيبوهم خليهم يتصرفوا غادي، علاش خويا لهنا تشبعوهم بالحبس وخليهم غاديك باكش يرجع لك بالديفيز هو باكش يرجع لك ترجعوا فيهم خاطر يعطيكم في 3000 يورو 9 ملايين على الراس هيك تزير هيك المغرب ما ترجعش في ولادها هاكم بقدرهم غادي نحن ولينا بالكف غادي خويا كان بن علي كنا بقدرنا خويا ما كلمنا حتى مواطن حتى دولة ما تحكي مع تونس. إذا كنت في الأوروب كنت في الاوروب انا الاوروب الكل مشيت لها هو مشي قبلي انا كيفاش بقيت في الاوروب 12 سنه صح تخدم في نفس الخدمه تبيع في المخدرات لا نخدم انا كل شيء نورمال معناها عندي صاحبتي نخدم انا وياها نخدم نورمال علاش السفايفش نخدم صح تخدم معناها مش خدمه ممنوعه لا لا كل شيء يمشي ما مش ممنوع مش ممنوع نخدمه في المرمه نخدموا في المرمى وديما كيكا هكا نهار نخدموا نهار ما نخدموش مش نحكيوا على امور خدمه نحن نحكيوا على امور سيبوا الناس خليها خويا اعملوا كيما المغرب اعملوا كيما تزير شبيهم هما تزير والمغرب رئيس تزير رئيس المغرب رجال على رئيسنا رئيسنا يعمل لنا ما مش خير منا خويا باعونا